مساء الخير عليكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المروري، برنامج الضوء الأخضر. طبعا اليوم عندنا ثلاث فقرات. الفقرة الأولى هي فقرة الأخبار المرورية، الفقرة الثانية هي فقرة الإرشادات المرورية، والثالثة والأخيرة اللي هي فقرة الأسبقيات والأولويات. إذا نبدأ اليوم بفقرتنا الأولى اللي هي فقرة الأخبار المرورية، اختصينا وسوينا تقرير لأحد المعاملات في مديرية مرور كربلاء، وهذا التقرير يختص ب يعني إجراءات هذه المعاملة. خلونا نروح أنا وياكم نشوف شنو هاي المعاملة وشنو تفاصيلها. معاملات المعوقين من مراجعة المواطن إلى مجمع تسجيل المركبات الخاص بالسكن الخاص بالمعوق، مجمع كربلاء الخاص بالساكنين محافظة كربلاء المقدسة، يتم تحويله عن طريق الدائرة أو المجمع إلى اللجان الطبية المركزية لغرض إجراء الفحص الطبي وتحديد نسبة العوق الخاصة بالمعوق، وبعدها يتم إرسال قرص إلى مديرية المرور العامة لغرض تعميم على كافة المواقع. بعد ذلك يتم إرساله إلى الجمارك. بعد إرساله إلى الجمارك يتم إدخال مركبة خاصة بالمعوقين حسب القرارات والتعليمات النافذة اللي هي حددت أنه تكون استيراد المركبات مركبة صالون 4 سلندر، مركبة صالون 4 سلندر. بعد ما يتم إدخال المركبة يتم مراجعة المواطن بعد وصول قرص الجمارك إلى المرور، يتم مراجعة المواطن، تعفى مركبات المعوقين من الرسوم الخاصة بالتسجيل بقرار 68 وقرار 232 الخاصة بالمعوقين الصادرة من مجلس الوزراء. بعدها يتم مراجعة المواطن، يتم سحب استمارة، سحب قرص المعوقين وقرص الجمارك. بعد ذلك يتم تدقيقها غرامات سرقات انتربول. بعدها يتم توجه إلى الفحص التقني، يتم فحص المركبة، وبعد ذلك يتم تبصيم المعوق، تدقيقها ودفع الرسوم والسلامة السنوية الخاصة بالمعوقين. علما أن المركبات الخاصة بالمعوقين تحجز لمدة 5 سنوات حسب القرار النافذ. بعد انتهاء فترة 5 سنوات الخاصة بتسجيلها يتم رفع إشارة الحجز عنها وتصبح حرة، وبإمكان المعوق نقل ملكيتها لمن يشاء، كان معوق شخص آخر أو شخص طبيعي حسب رغبة المعوق اللي مالك المركبة. تبدأ المعاملة بتنظيم محضر رفع إشارة الحجز داخل مجمع التسجيل المسجلة فيه المركبة، وتنظيم عقد مروري. يتم اختصار رفع إشارة الحجز زائد تجديد السنوية زائد تحويل الملكية إذا كان يرغب ببيعها المعوق لشخص آخر، تكون مختصرة 3 مراحل بمعاملة واحدة: رفع حجز زائدا تجديد زائدا تحويل ملكية. تم تنظيم عقد مروري، سحب استمارة، فحص المركبة، وتنظيم محضر رفع الحجز الخاصة بالمعوقين، وبعد ذلك تصبح المركبة حرة بعد رفع إشارة الحجز عنها. شكرا اخويا مقدم احمد على هاي المعلومات اللي طانا اياها. طبعا اعزائي المشاهدين، ناكد على موضوع ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هي مركبات المعوقين. نتمنى من عندكم يا اخوان هاي المركبات مثل ما ذكر مقدم احمد بعض التعليمات اللي تخص هذه المديريه، هاي مديريه المرور اكو تعليمات بها اللي هي المركبه تكون 4 سلندر صالون، 5 راكب فما دون، يعني مو 6 سلندر، ستيشن ممنوع. هاي المواصفات اللي مطلوبة. أيضا إذا كان يعني معوق بحاجة إلى سائق أو يعني محورة المركبة مالته، فهاي التعليمات اللي ذكرها مقدم أحمد مشكور. أيضا اللي يحب ينقل الملكية مالتها بعد ما تنتهي المدة اللي هي 5 سنوات تقدر تنقل ملكية المركبة بشكل اعتيادي، ما بها أي مشكلة، بدون أي رسوم غير رسوم نقل الملكية الاعتيادية، ترفع الإشارة وتنقل الملكية بنفس المعاملة. أخواني أعزائي المشاهدين، طبعا انتهت فقرتنا لهذا اليوم، الفقرة الأولى هي فقرة الأخبار المرورية. روحاني ياكم إلى فاصل قصير
ونرجع بفقرة ثانية اللي هي فقرة الإرشادات المرورية، فقرات برنامجنا لهذا اليوم. اليوم عندنا فقرة مهمة جدا اللي هي فقرة الإرشادات المرورية. أعدينا لكم تقرير يخص المحاور الرئيسية في كربلاء المقدسة، نأكد عليها ونعيد التقارير اللي بيها بناء على كثير من المشاهدات. هذه يعني المحاور اللي صورناها بها أعمال، بها حفريات، اللي نتمنى من عندكم تقللون السرعة وتنتبهون على التقرير والتفاصيل اللي موجودة به. قاعد تشهد ثورة عمرانية في مجالات متعددة. حاليا جميع محاور المدينة، الدخول والخروج من المحافظات المجاورة، تشهد توسعة في الشوارع، إضافة مسار إضافي مع وجود رصيف باور جيربر، وأيضا موضوع الجزرات الوسطية والحدائق وتشجيرها. حاليا يعني جنابك تسأل على موضوع محور الهندية، بدأت الأعمال من يوم أمس. الأعمال ابتداء من المعهد الفني باتجاه السيطرة الإبراهيمية من 53، إضافة مسار على الجانب الأيمن، دعوة لكل أخوة مستخدمي هذا الطريق من سواق المركبات إلى ضرورة الانتباه. بنفس الوقت احنا وجهنا وأجبرنا الشركات المنفذة لهذه التوسعة، وبتوجيه من السيد محافظ كربلاء المقدسة المحترم المهندس نصيف جاسم الخطابي، بخصوص وضع علامات مرورية تتضمن مخاريط فسفورية ثابتة في الأرض وقطع دلالة وقطع إرشادية تحذر من وجود الأعمال. نسترعي انتباه كل الأخوة سواق المركبات إلى التقيد بالسرعة المقررة والانتباه على الطريق والانتباه على هذه الأعمال، حفاظا على سلامتهم وسلامة الراكبين معهم. ليلا يجب أن تكون القيادة بتركيز أكثر، باعتبار أنه الرؤية تكون أقل ما في النهار. الموضوع إركاب وإنزال بالنسبة للمركبات الأجرة، الإركاب والإنزال لهذه في هذه المناطق أن يكون بدقة وبحذر كامل، استخدام الإشارات الضوئية الخاصة بالتوقف، الأربع إشارة أو الإشارة الجانبية خاصة بالليل. مثل ما تحدثنا، ترك كل ما يعني يشتت تفكير السائق، خاصة الموضوع استخدام الهاتف النقال، موضوع ارتداء حزام الأمان مهم وضروري في هذه المناطق خاصة. يعني احنا بالنسبة لموضوع حزام الأمان، عفوا، انه يجب على كل سائق مركبة ارتداءه مع بداية حركته بمركبته حفاظا على سلامته. طبعا الأعمال ما تشمل فقط قضاء محور كربلاء بابل مرورا بقضاء الهندية. الأعمال تقريبا قبل شهر بدأت، أو أقل من شهر، بطريق بغداد، لا زالت مستمرة. أيضا بدأت بالتزامن مع أعمال طريق الهندية قبل تقريبا 10 أيام توسعة طريق النجف. يعني اليوم اتصلت عليها الشركة المنفذة لأنه بدأوا تقريبا من قريب مطار كربلاء إن شاء الله الجديد، المدخل الرئيسي من جهة النجف. الأعمال كانت سابقا يعني بالجزء الثاني اللي هو أمام مدينة الزائرين، مدينة الإمام الحسن، أمام مضيف العتبة، يعني هذا المناطق اللي مضيف العتبة، مستمرة الأعمال بالتوسعة على المحاور الخارجية. أيضا أعمال بدأت بتوجيه من السيد المحافظ، أيضا طريق الحج البري يبدأ من حي النصر قوسين باتجاه إضافة سايد ثاني متكامل. يعني كان هذا الطريق يشهد حركة مزدحمة ذهابا وإيابا بنفس الشارع. باشرت الشركة المنفذة تقريبا من قبل حوالي أسبوعين بإضافة المسار الثاني، يبدأ من الأقواس في حي النصر باتجاه مفرق الرزازة، تقريبا طول المسار 10 كيلومتر و500 بالضبط. سايد جديد تتوفر به إن شاء الله كل المستلزمات المطلوبة لشوارع خارجية منظمة. طريق الحج البري طريق مهم يسلكوا كل الزائرين القاصدين
الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية، أو إن شاء الله مفارزنا منتشرة بتوجيه من السيد العام لمراقبة ومتابعتها. أعزائي المشاهدين، طبعا شكر وتقدير للسيد مدير مرور كربلاء المقدسة العميد هيثم الفتلاوي على جهوده اللي يبذلها في متابعة المحاور الرئيسية والعلامات التحذيرية اللي موجودة، تنسيق عالي مع الشركات. كثير من الأخوان يعني صار لهم حوادث بهاي الفترة الأخيرة بسبب السرعة الزائدة، بسبب عدم رؤية التحويلات، العلامات التحذيرية يعني تنعدم وتتكسر، ونتابع وياهم لحد هذه اللحظة. قبل قليل كان السيد مدير مرور كربلاء متابع لهذه يعني القطوعات، لهذه التحويلات. إن شاء الله يعني بالتأني والسرعات المنطقية والقليلة راح تجتازون هذه الأعمال. تعرفون اليوم أكو أمطار غزيرة، ضباب، يعني هذه كلها تأثر على حركة السير المرور. نتمنى أنه تسلكون الطريق المخصص لكم، عدم استخدام الطرق بالسايد المعاكس يعني عكس الاتجاه الرونج سايد، هذا يسبب لك مشكلة لك والسائق اللي مقابلك، لا سامح الله أي حادث راح تكون بال يعني الأصابات، الحوادث تكون جسيمة جدا والأصابات قوية لا سامح الله، يجوز يعني يفارق الحياة أو غيرها. فاللي نتمناه من عندكم تقللون السرعة، تنتبهون وتستخدمون الإشارات والتقاطعات والتحويلات اللي موجودة بهذه المسافات. كل المحاور موجود بها أعمال، محور بغداد، محور بابل، محور النجف، ثلاث محاور، أيضا محور الغربي، محور عين التمر، أيضا يعني تحويلات وبأعمال موجودة توسعة وأعمال أيضا إضافة مسار. لذلك نقول لكم يا أخوان قللوا السرعة حينما تعبر السيطرة، أكو أعمال بجانب الطريق، وقوفك يكون بإشارات رباعية للمركبة، أيضا تنتبه بمسافة عن الوقوف مالك على اعتبار الجانب الأيمن الكتف الترابي محفور. فاللي نتمنى لكم هو السلامة، ترافقكم إن شاء الله يعني بقدومكم إلى كربلاء المقدسة والعودة إلى دياركم سالمين. أعزائي المشاهدين، انتهت فقرتنا لهذا اليوم، فقرة الإرشادات المرورية. خلوا نروح أنا وياكم إلى فاصل قصير ونرجع بنكمل فقرات برنامجنا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين ونكمل فقرات برنامجنا لهذا اليوم. اليوم عندنا الفقرة الثالثة اللي هي فقرة الأسبقيات والأولويات والمختصة بالحوادث المرورية. هنا عندنا نسب توضع على مخطط معين بحادث مروري، فاللي نتمناه من عندكم تنتبهون ويانا، تشوفون هاي الفقرات اللي موجودة وتشوفون هذا يعني الأسباب شنو التغيرات اللي بالحادث، تنتبهون عليها حتى ما يصير عندكم مشكلة بموضوع الحوادث اللي ترافقكم. طبعا خلونا نشوف أنا وياكم هذا المخطط والحادث الافتراضي، وبعدها نشوف الحادث الحقيقي. أعزائي المشاهدين، هذا الحادث هو حادث بشارع رئيسي واستدارة. خلينا نشوف أنا وياكم الحادث الحقيقي لهذا الحادث نفسه، ونشوف شنو الأسبقية اللي موجودة به. طبعا إذا نشرح على هذا الحادث، هو مثل ما تلاحظون حركة السير طبيعية بالشارع الرئيسي، وهاي الاستدارة اللي شفتوها هي انتقال صاحب المركبة بشكل خاطئ إلى الشارع الرئيسي وتسبب بهذا الحادث اللي لاحظته. طبعا هذا الحادث بالتحديد هو عبارة عن أسبقية الشارع الرئيسي على الاستدارة. فاللي نتمنى من عندكم تنتبهون وتقللون السرعة يعني بالاستدارات وتتوقفون. شوفوا الإعادة اللي موجودة، شوفوا صاحب المركبة شلون اتحرك،
وهنا كان لازم من عنده يوقف يتأكد من خلو الشارع. ما راح أشرح عليه هواي، ما راح أشرح عليه طبعا هواية، خلي نروح أنا وياكم إلى شرح مبسط من داخل شعبة الكاميرات. ننتقل الآن وياكم للأخ عميد حكمة المحمداوي ويشرح لنا تفاصيل هذا الحادث. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، شكرا أخ دم رياض. اليوم عندنا أسبقية مهمة اللي هي أسبقية الطريق الرئيسي أو الشارع الرئيسي على الاستدارة. مثل ما لاحظتوا بالفيديو السابق، حادث أدى إلى إصابة قوية للسائق الدراجة، سببها الاستدارة من الطريق الرئيسي بالاتجاه الآخر. عدم الانتباه هو السبب الرئيسي للحادث. راح نوضح هذا الموضوع على المجسم القريب عليكم. سائق المركبة البيضاء كان سالك هذا الطريق، كان يروم الاستدارة باتجاه السايد الآخر. سائق الدراجة كان يسير بهذا الاتجاه الصحيح باتجاه المدينة. الاستدارة كانت من قبل سائق المركبة دون التأكد من خلو الطريق للسائد المقابل. بهاي الحالة سائق الدراجة حاول يتلافى المركبة لكن دون جدوى، لأن استدارة العجلة كانت قريبة جدا عليه، مما أدى إلى اصطدام الدراجة بالعجلة وانقلابها بالاتجاه الآخر. هذا الموضوع أدى إلى إصابة سائق الدراجة وأضرار مادية بالمركبة والدراجة. هذا الموضوع أيضا أدانا إلى أضرار جسيمة بالشارع وبالرصيف ممتلكات الدولة. دائما أكو أسئلة من قبل المواطنين لاحظونا بالشارع أثناء المفارز، يتصلون بينا عن طريق الخط الساخن، يقول الحوادث اللي يصير بين المركبة والدراجة سائق الدراجة يعني أغلب الأحيان ما يصير تقصير على أبو الدراجة، دائما الرجل المرور أو المفرزة مال المرور تذهب مع سائق الدراجة. هذا الموضوع مو صحيح. الدراجة تعامل معاملة المركبة، الأسبقيات تعتمد حسب ما منصوص عليه قانون المرور. إذا سائق الدراجة مقصر بالحادث هو مقصر حسب الأسبقية، ما عليه تقصير فهو ما مقصر. بهذا الحادث سائق الدراجة ما عليه تقصير، كان يسير بالاتجاه الصحيح. سائق المركبة استدارته دون التأكد من خلو الطريق بالاتجاه المقابل أو السايد الآخر هو اللي أدى إلى حدوث الحادث أو وقوع الحادث. هذا الموضوع أكدنا عليه أكثر من لقاء، أكثر من ندوة، أكثر من توجيه بين مستخدمي الطريق، يأكدون على استدارة العجلات ويعطون الأسبقية الصحيحة للمركبات المارة والاتجاهات الأخرى. هاي الأسبقية مهمة يعتمدها سواق المركبات. إحنا دائما أثناء استخدامنا العجلاتنا الخاصة، خروجنا بالشارع، نلاحظ الأخوان المستخدمين الطريق، الاستدارة المهمة تكون إعطاء الأسبقية أثناء الاستدارة للاتجاه المقابل، خلو الطريق بالكامل بحيث أنا من أدخل الشارع بالجهة الثانية ما أثر على بقية المستخدمين الطريق، بقية المركبات، ودون ما يصير حادث أو اصطدام. وهذا الموضوع يعني نرجو من أخواننا مستخدمي الطريق المركبات، مستخدمي المركبات والدراجات، الالتزام بهذه التوجيهات وهذه الوصايا، هذه الأسبقيات، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم. ونشكر أخونا مقدم رياض ونرجع له مرة ثانية. شكرا لك أخوي عميد حكمة، والله يبارك بك على هذه المعلومات. أعزائي المشاهدين، اللي يحب يتواصل ويانا أكيد أرقام الهواتف راح تكون أسفل الشاشة. اللي يحب يتواصل ويانا عنده سؤال استفسار يخص عمل مديرية المرور، إن شاء الله نكون بخدمتكم. هذا الحادث يا أعزائي المشاهدين مثل ما لاحظتوا، نتمنى كل سائقي المركبات، الدراجات، التوك توك ينتبهون لموضوع الاستدارات. كثير من الحوادث تحصل بسبب الاستدارات، هسه اذا كانت نظاميه او غير نظاميه، يعني احنا قوم ما نرمي نفسنا بالتهلكه والله شنو الاستداره غير نظاميه. اعزائي المشاهدين، انه كل واحد عنده سياره لازم ينتبه. اللي بالاستداره، اعيد واكرر، اللي بالاستداره المفروض يتوقف ينتظر الشارع يفرغ. هسه ليه يقول لي اكو سيارات، اكو ازدحام، الشارع الرئيسي يمشي سريع؟ الاسبقيه للشارع الرئيسي، اللي يمشي بالشارع الرئيسي هنا لازم يعرف انه هو صاحب الحق، ولازم بالاصل يتحول للمسار اليمين حتى ينطي مجال لصاحب الاستداره اذا كان ماكو سياره بصفه. فاللي نتمناه من عندكم تقللون السرعه،
تنتبهون وتكون القيادة الآمنة بالانتباه طبعا وتقليل السرعة. أي شخص راح تكون عنده سيارة بالاستدارة، شرحنا هذا الحادث إن شاء الله استفاديته من عنده ومن التفاصيل اللي موجودة بكل ما اشتغلناه على مود نبين الأسبقية اللي موجودة. أسبقية المركبات في الشارع الرئيسي على الاستدارة، أعيد وأكرر بها، كل شخص عنده سيارة يريد يستدير باستدارة معينة هنا لازم ينتظر وينتظر الشارع يفرغ من المركبات وبعدها ينتقل ويتحرك بالشارع الرئيسي بشكل اعتيادي ما بأي مشكلة. طبعا أعيد وأكرر أنه أرقام الهواتف أسفل الشاشة، اللي يحب يتواصل ويانا عنده سؤال عنده استفسار إن شاء الله نكون بخدمتكم للإجابة على كل ما يخص عمل مديرية المرور. اليوم تناولنا ثلاث مواضيع مهمة جدا، اللي هي موضوع الأول موضوع المعوقين، الموضوع الثاني موضوع الإرشادات المرورية والأعمال في الطرق الخارجية في كربلاء المقدسة، كون هذه المدينة يرتادها آلاف من الزائرين يوميا وكل خميس عندنا زيارة. نتمنى أنه يوم غد إن شاء الله ترافقكم السلامة لمدينة كربلاء. عندنا اتصال أول، أبو مريم من كربلاء، عليكم السلام ورحمة الله، تفضل حبيبي. بس شغلة التقاطع مع القادسية اللي مدينة الألعاب القديمة دائما بالليل. نعم دائما بالليل تواجد المرور يصير به قليل، ومن ينقطع الترفيك لايت تنقطع الكهرباء من عنده يصير به يعني زين اختطاف بالدراجات يعني وبالتكاتك بالستوتات بالسيارات، ما به نظام يعني اذا الإشارة مطفية وتشوف كل من ده يعبر على السايد الثاني. نعم أنا سجلتها هاي الملاحظة. بعد عندك ملاحظة ثانية تخص عمل المرور؟ لا أنا ما عندي، بس على هاي الملاحظة هو هذا اللي التقاطع لقبال المدينة والتقاطع اللي تقريب لا توصل الثورة، فهذا نطلب يعني لازم يكون من المرور شوية يتأخر يعني بالليل، يعني مرات من تطفى الكهرباء من الساعة 10 11 يصير قليل بيه يعني انسحاب الساعة 11 بالليل. نعم ماشي انا هسه راح سجلتها هاي الملاحظه ان شاء الله راح اي والله هاي الملاحظه خاطب الاخوان في قاطع الحر يعني وما راح يقصرون دائما يصير بي شو اسمه بخدمتك وانا اشكرك. شكرا لك اخ ابو مريم خدمتكم. عندنا اتصال اخر، جعفر من واسط. نعم تفضل عزيزي. السلام عليكم، شلونك استاذ؟ عليكم السلام، يا هلا ومرحبا. أقول لك أستاذ العزيز شغلة تخص المرور يعني. نعم تفضل تفضل بخدمتك. أقول لك أستاذ بالنسبة للجائز اللي مثل يعني مدتها فايتة مثل الساقطة ايش قد تاخذون عليها أستاذ الله يخليكم؟ شنو نوعها؟ يا عمومي أليف لو باء؟ والله ما أعرف، عندي عمومي هاي صار لها تقريبا ساقطة تقريبا بال 87 ايش قد تاخذون عليها يعني بالنسبة يعني على السنة ايش قد أستاذ يعني؟ هسه راح أجاوبك، انتظر الجواب إن شاء الله بخدمتك. اي والله استاذ الله يخليك خدمتك حبيبي، كل الهلا بيك. الله شكرا لك. عندنا اتصال اخر، هيمن من ميسان. السلام عليكم مقدم رياض. يا هلا ومرحبا، اهلا بالرائد هيمن. حياكم الله، كل الهلا بيك. المرور الابطال الله يحفظك، جواكم الله على التعب، هاي الاجواء الممطره والبارده. شكرا لك اخ هيمن، والكل اهلنا في ميسان. الله يحفظك، حقيقه يعني انا حبيت انه اثني على دور رجل المرور بهاي الاجواء، ويا ريت يا ريت اتمنى من كل الناس يقدرون التعب اللي جاي يتعبوه من اجل سلامتهم فعلا ويساعدوهم. احنا ما نطلب حقيقه يعني نطلب من جميع الأخوة مساعدة رجل المرور فقط بالالتزام، التزامهم بقوانين وتعليمات المرور أكيد هو لسلامتهم، ورجل المرور واقف لسلامتهم، فيا ريت أنه نتمنى من كل الناس أنه تتساعد ويا رجل المرور فقط بالالتزام بالقوانين من أجل الحفاظ على سلامتهم. وألف تحية ألف تحية قناة كربلاء ولبرنامج الضوء الأخضر، البرنامج الناجح اللي أنت جاي تعده وتقدمه، حقيقة أنه برنامج. شكرا لك أخويا رائد هيمن، والله يحفظك إن شاء الله. بصمة يعني راقية صراحة. إن شاء الله ننتظر التقارير من عندك تخص ميسان.
أنا حاضر. الله يحفظك ونعم لك. أي تقرير أي موقف يصير إن شاء الله نزودكم به، وإن شاء الله نعمل لأجل مصلحة الجميع. الله يعطيك الصحة والعافية وشكرا لك، نورتنا وشرفتنا حبيبي. حياك الله. الله يحفظك. حياك الله. عندنا الأخ باسم من كربلاء. باسم تفضل حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ويا هلا ومرحبا. شلونك استاذنا؟ اهلا بك حبيبي، تفضل. طبعا احنا نشكركم جزاكم الله خير على هذا البرنامج. الله يعزك وخدمتكم. عندي يعني ملاحظه تقدر تسميها استاذ. خدمتك. او طلب الاستداره اللي ورا جامعه العميد مقابل الوادي مال كربلاء. نعم. يعني شلون تيجي من هنا من سيف سعد وتريد تستدير على الجامعه؟ هاي الاستداره الصبح اللي جايين من طريق النجف يجون بسرعه كلش قويه وماكو لا مطب ولا كشي، فتصير صعوبه كلش تدري طلاب ورايحين للدوام وعاده يكونون متاخرين الجامعه شويه بعيده، فيكون الطريق يعني كلش خطر. زين بس الطريق هنا تم اعاده تاهيله اولا، ثانيا الاستدارات صارت بيه نظاميه. يعني المفروض يعني هذا ما يصير به حوادث. اللي جاي عن طريق النجف استاذ. نعم. يجي كل سريع ويجون يعني سيارات سريعه صراحه وبكثره بدايه الدوام، فاللي يستدير على الجامعه مقابل الوادي طبعا عرفت انت المكان دليته بالضبط. اي فالصعوبه يعني كلش قويه، يعني يا ريت تلاحظوا ان شاء الله. ان شاء الله هاي سجلتها ونشوف الامر القاطع عشان نقدر يعالجها بخدمتكم. ما عندك مداخله ثانيه؟ مشكور جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا لك اخ باسم. نعم عندنا اتصال اخر. ابو عقيل من بغداد، تفضل اخوي ابو عقيل. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا ومرحبا. تفضل عزيزي. ان شاء الله. اه مرحبا استاذ. العفو انا عندي سياره اجره. نعم. رقمها كربلاء. نعم. تقريبا السنويه صار لها 3 سنوات ساقطه يعني. زين. اعرف يعني شلون يعني هم عليها اجراءات غرامه الشغلات هاي. هسه راح اجاوبك. بعد عندك سؤال ثاني؟ لا لا ما عندي بس هاي. خدمتك، شكرا لك. الله يحفظك. عندنا اتصال اخر. ابو محمد من كربلاء. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل عزيزي. كيف حالك استاذكم؟ يا هلا ومرحبا، اهلا وسهلا. حياكم الله. الله يعزكم. عندنا هاي في الشكوى انهم بصراحه كم مره اتصلت يعني بالنجده، هاي بالنسبه لمفركه السيد الاسعار اللي قبلها هاي مواطبات وواني لما نجي من جهه الكهرباء وتلوف اكو ركن مطعم ومحلات، فهاي قاعد يوقفون 3 سايدات. يعني كل شيء الزحام يصير الشارع اللي بيا منطقه بيا منطقه بيا منطقه بالتحديد منطقه شتمن الجمعيه اي في الكف سيد الاسعار وين المعمل. نعم نعم دليت اي هذا ركن المطعم والمحلات يوقفون 3 سايدات يعني اللي قدام فارغ الشارع، احنا بهذا الركن يمن اللي نكمل يعني الشارع مال كهرباء يدور على في الكف سيد الاسعار 3 سايدات واقفين، فقاعد نتاذى بصراحه يعني بالتفت شرطة دورية بالخدمة بعيني رحم الله واجهك. شكرا لك أخوي أبو محمد. في أمان الله. عندنا اتصال آخر. أبو يعقوب من كربلاء. ياقوت. السلام عليكم. يا هلا مرحبا. هلا أبو ياقوت. مقدم رياض مساء الخير عليك وعلى الأخوة العاملين. كل الهلا بيك. الله يحفظك. الله يسلمك. برنامج حقيقة جدا راقي ومفيد وخدوم. راقي بيك ومن خلاله برنامجك اليوم احب اقدم شكر وثناء للسيد مدير مرور كربلاء السابق العميد. نعم. عميد نور. عميد نور نور الياشري. نعم. نقول له كل الشكر نور النوري، كل الشكر والتقدير والثناء على جهودك اللي بذلتها بخدمه مدينه كربلاء. وباسم اهالي كربلاء نقدم المباركه والتهاني الى السيد العميد هيثم الفتلاوي على تسلم قيادة مديرية مرور كربلاء الجديدة. نعم. وفريق العامل وياه، ونقولهم إن شاء الله جهودكم مباركة في خدمة مدينة سيد الشهداء. وعدي مناشدة للقائد العام للقوات المسلحة أن يعزز مديرية مرور كربلاء ب 250 عنصر عسكري وليس موظف مدني، لأن هاي المديرية تبذل جبارة مظلومة غير موجودة. نعم. شو ما يقدم مرور كربلاء يقول لك الشارع فارغ. حقيقة أنا اليوم بالمطر افتريت الصبح للظهر مرور كربلاء والله العلي العظيم تبذل جهود جبارة حقيقة يعني ما موجودة، هم وبالذاتهم هاي اللي ضد المطرية بالشارع ويا هذا
الاهمال من السائق التوك توك والستوته والماطور والرعونه مالتهم، مع احترام للزينين والملتزمين بالقانون. فمديريه مرور كربلاء مظلومه، جهودها مظلومه. احنا باسم اهالي كربلاء نشكر مديريه مرور كربلاء اداره وعاملين وضباط ومراتب، ونقول لهم استمروا بخدمه مدينه السيد الشهداء، ونطلب من عندهم الاستمرار بالمحاسبه، لان المدينه عليها هجره قويه وازدحامات كثيفه. اذا ماكو ردع بالقوانين ما حد يحترم القانون. وكل الشكر لكم وشكرا لكم. شكرا لك اخويا ابو ياقوت، يا اهلا ومرحبا، الله يحفظك. عندنا الاخ اتصال ثاني، ياسر من كربلاء. السلام عليكم. تفضل عزيزي، يا اهلا ومرحبا. اشكر جهودكم المبذوله بهاي الفتره بالذات بهالجو البارد والامطار هاي، وما تقصرون ان شاء الله مرور كربلاء. شكرا لك اخوي اخ ياسر، تفضل حبيبي. حبيبي الغالي استاذي، عندي سؤالين. اول شيء عام خلينا نمشي به. نعم. العفو استاذ، هاي الاستداره اللي صارت على السريع لحيضان زين قبل فتره اعطيتكم ملاحظه عليه وما قصرتوا. يا استداره حيضان هي استدارة واحدة أكو الشارع ما بين سريع الترك لايت لحد بريدة. ها ها ها، الاستدارة اللي يم المجسر مال مشات. نعم بالضبط، اللي بيع البقاقير. أستاذ العزيز، أنت سويت استدارة حلوة للي يجي يفترض راحته، لكن ومن هناك عرضت الرصيف، بس ما صار حل. يعني أنت عرضتوا أخذتوا سايدين من السريع وفتحتوا لنا سايد واحد، وأنا سايد نفس السيارة بدي أوقف بيه، يعني نفس السيارات اللي ينزلون للمخبر يوقفون، ومنا انا ماخذين سايدين. يعني اخذت واحد اعطيتونا واحد واخذت اثنين. نعم. وهذا ما عندنا سايدين، بس فدرج المرور لو يوقف لا يخلي اي سياره توقف ولا هذه السلاح. الله شاهد يمكن بارين منك وعلى طريقكم، يعني ازدحام. نعم. لوين يوصل بالعصريه وصبح وقت الدوام. شكرا لك. بعد عندك مناشده ثانيه؟ المناسبة الثانية أخوي العزيز، الكربت لايت يعني ما نعرف الوقت ما تمجد يجيب تقسيم صحيح. عندك هذا الجوجس الضريبة اللي جاي من حي الحسين ما بيمكن 19 أو 20 ثانية ويقطع، مع العلم هذا في اللود عالية. الثاني اللي يم سيد جودة، يعني بيه مشكلة لو هو تقول التقسيم كلش قليل وقت. نعم. ما كلش قليل. يعني أنا سجلتها هسه راح أجاوبك عليها بخدمتك. ماشي أستاذ. الشغلة الثالثة تفضل عليك. لا بخدمتك، وسعدنا اتصالات ويانا. السايد اللي يمنا دائما يكون مفتوح بالاستدارة، مو صحيح؟ السايد. نعم. سجادة أنا أشوفها لاحظ، يعني إجا واحد وقف سد الطريق. هاي الحالة شفتها اللي هو المرور يحاسب بس بالتقاطع مع المستشفى الولادة، وباقي التقاطعات ما حد يحاسب عليها. يعني هاي هم سجلتها إن شاء الله بخدمتك. أنا الممنون. شكرا لك ولاتصالك أخوي ياسر. عندي آخر اتصال من الأخ أسامة من الناصرية. تفضل عزيزي. السلام عليكم سيدي. عذرنا تأخرنا عليك. تفضل حبيبي. أمور. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا. سيدي بلا زحمة عليك، أنا عندي سيارة أخذتها من الكوت. زين. منافيس رقم نينوى. زين. هسه حاليا راعيها كان بمكان وهسه انتقل للكردستان. زين. الوكيل الاصلي مالتها بالكوت. نعم. سيدي هسه لحد الان ما اعرف راعيها وين، بس كاسم هو كمطلوب، يعني كقضايا شيء منا ما عنده، لان بالحاله الوكيل من الكوت. الوكيل مالته من الكوت. الوكيل مالته سيدي من واسط. من واسط. نعم سيدي. زين هسه راح اجاوبك عليها شنو الاجراءات اللي يسويها. ممنون لك سيدي. شكرا لك حبيبي، لا بخدمتك، الله يحفظك. طبعا اعزائي المشاهدين نكتفي بهذا القدر من الاتصالات، لان الوقت داركنا على الانتهاء، خلى حق نجاوبهم. الاخ ابو مريم يقول تقاطع القادسيه اكو، يعني بعد الساعه اللي ينسحب بها رجال المرور يصير عندنا كثافات وصار عندنا مشاكل. اغلب التقاطعات تعمل بالاشاره الضوئيه في كربلاء، يعني الموقف حتى بعد الانسحاب، بعد انسحاب رجال المرور ولو عندنا احنا شفت ليلي موجود، ولكن ما يكفي يغطي كل التقاطعات. ولكن كثير من الاخوان، اني اقدم شكر وتقدير لكل سائقي المركبات في كربلاء المقدسه على الالتزام العالي اللي دا نلاحظه بالفترات اللي ما بها رجال المرور، يعني بأوقات متأخرة من الليل تشوف الناس توقف بالتقاطع وعدها التزام وبدون رقابة وبدون أي غرامات. يعني أكو ثقافة بالمجتمع، بعض الأحيان أكو
يعني ما تخلى، يعني لازم اكو مخالف، لو ما اكو مخالفين ماكو قانون. فلذلك نقول شكر وتقدير لكل الناس اللي تلتزم بالتقاطعات. تقاطع الثورة ايضا سجلت ان شاء الله، وهاي يعني راح انقلها للاخوان في قاطع الحر حتى يتابعون هذا الموضوع. عدي جعفر من واسط يقول اجازة نافذة بال87. اخ جعفر وكل من يسمعنا، يعني عفوا الاجازات بيها مدة نفاذ السنة الواحدة، اذا كانت خصوصي يعني 2000 دينار بالسنة التأخيرية، وتحسب ايش كم سنة عندك، والعمومي اللي هي باع تنحسب 4000 دينار لكل سنة، وينضاف لها 55000 دينار، يعني الرسم 55 وتحسب ايش كم سنة عندك انت يعني متأخر، هنا أنا راح يطلع عندك النسبة او السعر الرئيسي. ايضا عندنا طريقة التجديد، تسحب استمارة، تفحص طبي وتتوجه للمجمع الوطني، بصمة وصورة وتدقيق، وتدفع الرسم وتستلمها، يعني بالمجمع ما تأخر أكثر من نص ساعة. الأخ رائد هيمن طبعا شكر وتقدير لجنابك الكريم، وشكرا لكل رجال المرور اللي يقدمون بالأخص بهذه الفترة اللي هي فترة الجو بارد، أكو أمطار، أكو ضباب، درجة البرودة عالية جدا. فتحياتنا لهم لكل منتسبينا وكل ضباطنا وكل الأجهزة الأمنية أيضا اللي حاليا يعني موجودين على السواتر وبالأبراج والمتابعة ودوريات النجدة والأفواج، هاي كلها تبذل جهود استثنائية ميدانية، الله يحفظهم جميعا بدون ألقاب وبدون مسميات، جميعا الله يحفظهم وإن شاء الله ينطيهم الصحة والعافية لحماية هذا البلد. الأخ باسم يقول الاستدارة اللي يم جامعة العميد في طريق النجف بها سرعة، خل نتابع ويا آمر القاطع نشوف شنو المشكلة مالتها، وإن شاء الله بالحلقة الجاية يعني نتابعها. الأخ أبو عقيل يقول عدي يعني مركبة أجرة ونافذة 3 سنوات صار لها، شنو الإجراءات؟ تأخذ السيارة مالتك تطلع لمديرية المرور يفحصوها، يكملون الفحص مالتها، تدخل للبصمة والصورة وتدفع الرسوم مالتها، رسوم التأخير لكل سنة تأخيرية 10000 دينار. عندنا الأخ أبو محمد يقول فلكة سيد الأسعار أكو محلات قريبة عليها اللي هي محلات الملابس ومحلات المطاعم، هاي المنطقة تشهد كثافة وتوقفات أكثر من سايد، إن شاء الله راح ننقلها للأخوان في قاطع مرور البلدة الجنوبي حتى يتابعون هاي المنطقة ويأكدون عليها بمفارزهم الموجودة هنا. الأخ أبو ياقوت طبعا قدم شكر وتقدير لمديرنا السابق السيد عميد نور النوري، شكرنا وتقديرنا له ولكل الأخوان في مديرية مرور كربلاء، أيضا عميد هيثم رجل ابن المديرية وابن المحافظة، اثنينهم ولد المحافظة، إن شاء الله ما قصروا ويا هاي المدينة. عندنا جهود استثنائية يعني تبذل في كربلاء، على اعتبار كربلاء هي مدينة يرتادها آلاف من الزائرين يوميا وملايين كل خميس في كل زيارة اللي هي يوم غد إن شاء الله مرتقبة زيارات مليونية. عندنا الأخ عنده أيضا عنده مناشدة للسيد رئيس الوزراء المحترم دولة رئيس الوزراء، إن شاء الله أكو يعني وعدونا خير بأكو تعيينات على مديرية المرور بال يعني حسب ما ناشدنا ووصلت مناشداتنا للسيد معالي وزير الداخلية، وإن شاء الله وعدنا أكو تعزيز لهذه المديرية. يعني الإمكانيات هي اللي موجودة، يمكن تلاحظوها كمديرية مرور احنا عززنا الميدان بتواجد الضباط والمنتسبين، ضباط المقر يتواجدون صباحا بالفترات اللي هي فترة الذروة من الساعة 7 للساعة 9، تعزيز قاطع مركز المدينة بالتحديد قاطعي الشمالي والجنوبي للبلدة. الأخ ياسر يقول عندي الاستدارة بسريع مال حي رمضان بها مشاكل وتوقفات، راح نتابعها ويا الأخوان في بلدية كربلاء، موضوع التجاوزات اللي موجودة من الباعة المتجولين، وإذا كانت مركبات أيضا الأخوان ما راح يقصرون بمتابعتها. يقول الترافيك لايت بمشكلة بالوقت اللي موجود به. أخ ياسر موضوع الترافيك لايت طبعا تحسب 3 أوقات، إذا يعني بوقت الذروة صباحية ومسائية وما بين هذه يعني الوقتين يعني اللي هو وقت الصباحي والمسائي، وتنقسم يعني الفترات
بياخذون الليفل اللي هو المتوسط بها، هنا أنا راح يقسمون الأوقات على حسب الزخم اللي موجود بالتقاطع. يعني تشوف مرة تقاطع باللون الأخضر يعني فد 30 أو 20 وتلقاه مرة فد 40 أو 45 ثانية. يقول عندي السائد الأيمن أكو بي توقفات، هذه سجلتها إن شاء الله وراح أكتب بيها للأخوان في قواطع المسؤولية حتى يتابعون كل التقاطعات على متابعة هذا الموضوع بالتحديد. أيضا عندي الأخ أسامة من محافظة ذي قار، تحياتنا لك وكل أهلنا في ذي قار. يقول عندي سيارة فحص مؤقت نينوى، وهاي السيارة يعني صاحبها ما أعرفه ما أندل لوين، عندي وكالة، الوكالة في مديرية المرور عاملة، إذا كان بها حق البيع والشراء تقدر تنقل الملكية مالتها وتقدر تكمل إجراءاتها في واسط أو في ذي قار حسب بطاقة السكن. يعني إذا عندك وكالة مكتوب بها حق البيع والشراء هنا تقدر تكمل إجراءاتها في ذي قار أو في واسط حسب بطاقة السكن الخاصة بالوكيل أو بالمشتري. أما إذا كانت لا فبإمكانك متابعة الموضوع مع يعني المواطن نفسه، وإذا ما عرفته نهائيا تلتجئ إلى القضاء والقضاء يكون هو الفيصل بحل هذه القضية. طبعا جاوبنا على كل الأسئلة. أحب أوجه شكر وتقدير لكل من ساهمنا بإنجاح هذه الحلقة، شكرا لكل من اتصل بينا وتواصل ويانا. أحب أنوه على موضوع المحاور الرئيسية، أريد أذكر بها مرة ثانية. يوم غد إن شاء الله باكر عندنا زيارة إلى مدينة كربلاء. هسه البعض يقول يوم خميس اعتيادي، لا احنا عندنا كل خميس أصبحت زيارة، خميس وجمعة وسبت زيارة مليونية في كربلاء المقدسة. يوم غد يا أخوان الأجواء ممطرة، الرطوبة والكثافة اللي خاصة بالضباب عالية جدا، انعدام للرؤية، عدم السيطرة وانزلاق في بعض الطرق، تحويلات موجودة في طرق. إذا أبدي بيهن اليوم في محور محور، نجي على محور بغداد لكل القادمين من أهالي بغداد والمحافظات الشمالية. طريق بغداد حينما تدخل إلى كربلاء بنتعبر السيطرة راح يتحول المسار، مسار الدخول على السايد الأيسر، أيضا على السايد اللي هو كان بالسابق خروج، هنا راح تدخل مسافة حد ما توصل قبل منطقة الإمام عون، راح ترجع للسايد الرئيسي. هنا أنا تدخل باتجاه السيطرة 56 تباشر بشكل اعتيادي حينما توصل إلى منطقة حي العباس، تتحول إلى الشارع الخدمي وترجع بعدها. فهاي التحويلات مهمة جدا. سايد الخروج أيضا من تنطلق من مركز المدينة باتجاه حي العباس، هنا أنا أكو تحويلة عمود 10 وتنتقل إلى المسار الأيسر، وبعدها تتحول إلى يعني بعدها تنتقل مسافة 200 إلى 300 متر وتتحول إلى المنطقة الثانية اللي هو السايد الخروج. حينما توصل جامعة الزهراء أكو عندنا أعمال قريب عليها، تعبرها مسافة للسيطرة الرئيسية سيطرة 56، راح يتحول السير إلى السايد الخدمي، إلى السايد الخدمي. أتمنى أنه تنتبهون على هذا الموضوع، يعني السايد الخدمي الجانب الأيمن أصبح ذهاب يعني خروج باتجاه بغداد، والسايد الدخول راح يكون بالسايد الخروج الرئيسي اللي هو كان خروج حاليا أصبح دخول. فاللي نتمنى من عندكم تنتبهون، ما يصير تعبر على سايدك الرئيسي بالسابق، لا هنا صار عندك السير عكس الاتجاه. فاللي نتمنى من عندكم تقللون السرعة، تنتبهون. أهالي المنطقة أيضا يساعدوننا بهذا الموضوع، ليش؟ لأن الحوادث المرورية لا سامح الله مميتة وقاتلة إذا كانت السرعة عكس الاتجاه. نتمنى لكم السلامة في كل يعني بدخولكم إلى كربلاء وخروجكم، إن شاء الله ترافقكم السلامة. أعزائي المشاهدين طبعا انتهى وقت برنامجنا لهذا اليوم، نلتقيكم بنفس الحلقة بنفس التوقيت إن شاء الله بالأسبوع القادم يوم الأربعاء الساعة 9. كنت أنا معكم في الإعداد والتقديم المقدم الحقوقي رياض عبيس الحمداني، مدير العلاقات والإعلام في مرور كربلاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.